السلام عليكم. هنشوف النهاردة ازاي نرسم الفيلوستي بتاع كل نقطة على اللينك بطريقة الجرافيكال سوليوشن، ازاي احل المسألة بتاعي بالطريقة الجرافيكال، عشان طبعا في طريقة انا لا اتكلم ما ناخدهاش، وفي طريقة الانستنتينيوس سنتر هنشوفها بعد كده بإذن الله. اول حاجه عندي محتاجه اعرفها ايه هي انواع الحركات. الحركات عندي يا جسم بيعمل حركه دورانيه حوالين النقطه، يا جسم بيعمل حركه ايه خطيه، مفيش حاجه تانية غير كده. طيب في حاله الجسم اللي بيعمل حركه خطيه بتكون السرعه موازيه لاتجاه الحركه، اتجاه اليمين او الشمال معرفش، انا بقول بس التوازي كاتجاه، يعني هنا الحركه افقيه يبقى السرعه افقيه، لو الحركه على مايل السلايدر تبقى السرعه موازيه للمايل ده، لو على الراسي تبقى السرعه رأسي. خلاص كده. الحاجة التانية او الحالة التانية ان الجسم بيعمل حركة دورانية بيدور حوالين النقطة، واللينك ده بالحالة دي بيدور بسرعة زاوية اوميجا مع او عكس عقارب الساعة. طيب النقطة، اي نقطة على اللينك بتعمل حركة خطية اتجاهها عمودي على اللينك وفي نفس اتجاه الاوميجا، يعني هنا الاوميجا بتشد اللينك لاسفل، تبقى هنا دي ايه سرعة النقطة ايه لاسفل برضو. خلاص كده. طبعا السرعه اسمها ايه والاي بي والتفاصيل دي كلها قلناها قبل كده، السرعه المطلقه والسرعه النسبيه والحاجات دي كلها. طيب القانون هنا ايه، سرعه الاي بي يساوي ايه، او السرعه الخطيه لاي نقطه على لينك بيدور بسرعه دورانيه بيساوي الاوميجا في بعد النقطه عن مركز الدوران اللي هي هنا وليكن الاو اي. طب الاوميجا دي وحدتها ايه، راديان بير سكند، والوحده الطول وليكن مليمتر، هتطلع وحدة السرعة بوحدة الطول لكل ثانية. طب لو هو مديهالي ان اللي وحدتها كام ريفوليوشن بير مينت، اضرب الريفوليوشن في 2 باي عشان احولها لراديان، واقسم على 60 عشان احول للثانية في طول اللينك. خلاص كده، دي كل القوانين اللي عندنا. طب ايه تاني هنحتاج نعرفه؟ اي مسألة عندي ببص عليها برسم اول خطوة عندي الميكانيزم، والميكانيزم ده بنسميه ايه، بنسميه السبيس. فعشان ارسم السكيل بتاعه او اسمي السكيل بتاعه بقول ان الاس اس اللي هو السبيس سكيل، كل 1 ملي متر على الرسمة بتاعي بيمثل كام ملي متر لو الابعاد المساله بالملي، او كام انش لو هو مديها لي بالانش. بعد كده بقدر ارسم الفيلوستي، فبسميها عشان اختار السكيل بتاعها الفي اس، واقول ان كل 1 ملي متر على الرسمه بتاعي بيمثل كام وحده طول بير سكند. ولو بعد كده اما نيجي نرسم الاكسلريشن يبقى كل 1 ملي متر على الرسمه بتاعي بيمثل كام ملي متر بير سكند سكوير. طب بنرمز للميكانيزم او للسبيس، الرموز اللي فيه او الحروف بتبقى كابيتال. طب للسرعات سمول، ليه الاكسلريشن لما نيجي ناخدها حروف داش. خلاص كده. طب السرعات كلها بتيجي ازاي، عن طريق اول حاجه النقط الثابته طبعا كلها سرعتها واحده وكلها كام صفر، يبقى بسقط النقط الثابته كلها في ثابته واقف في نقطه واحده، وليكن عندي هنا ميكانيزم اهو فور بار ميكانيزم، النقطه او 2 والنقطه او 4 نفس السرعة اللي هي قيمتها صفر، فبسقط كل النقط الثابتة أيا كان عددها في نقطة واحدة وقيمتهم بصفر. بعد كده لازم بيكون في لينك، لو أنا في البوزيشن بيبقى له سيتا، لو أنا في السرعات بيبقى له أوميجا، لو أنا في العجلات بيبقى له ألفا. فبيبقى عندي قيمة سرعة أو قيمة عجلة أو قيمة نقطة معرفة مقدارا واتجاه عن طريق القوانين. بعد كده أي نقطة تانية بجيبها ازاي، سواء في السرعات سواء في العجلات سواء في البوزيشن، إن أنا بنسبها لنقطتين تانيين. بمعنى لو انا دلوقتي عندي النقطه A والنقطه O2 O4، ده طبعا سرعات لاني رمزت لهم بسمول، مش انا عارف اتجاه سرعه البي بالنسبه لA؟ ايوه البي بالنسبه لA بتعمل حركه دورانيه يعني السرعه عموديه، فاجي من عند الA واعمل الاول هنا تعامد وانقله بالتوازي هنا كده. طيب البي بالنسبه للO4 مش بتعمل حركه دورانيه، يبقى اخد عمودي من عند اعمل تعامد على اللينك وانقله بالتوازي من عند الاوفور، تقاطعوا مع بعض في النقطه ايه بي. يبقى انا تاني السرعات يا النقط المعرفه او النقط الثابته كلها سرعتها في نقطه واحده اللي هي النقطه سرعه صفر، وبعد كده بقدر اجيب السرعه للينك المعلوم بالمقدار الاوميجا بتاعه، بعد كده بجيب اي سرعه عن طريق ان انا انسبها لسرعتين تانيين او اجيبها عن طريق المحلات الهندسيه.
نشوف الشيت بتاعنا، وقبل ما نبدأ في حل السرعات هعدي سريعا سريعا جدا، لان المفروض ان انتوا اخدتوه رسم البوزيشن. اول حاجة بعمله في رسم البوزيشن بشوف اصغر بعد عندي واطول طول، اقل بعد واطول واحد. اقل بعد هو هنا الـ AB او الـ EF اللي هو 2 سم، واطول واحد هو الـ BC اللي طوله 8. هل اقدر ابعد ارسم الابعاد بنفس السكيل ده؟ اه السكيل ده مناسب، لا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي، فاقول ان السبيس سكيل بتاعي كل 1 ملي متر على الرسمه بتاعي بتمثل 1 ملي متر في الحقيقه. واحد قال كل 1 سنتيمتر بيمثل كل 1 سنتيمتر، مش فارقه في حاجه. هاجي في اقصى اليمين وارسم، انزل شويه بالصفحه بتاعي اكيد، لان في باين ان في رسمه فوق الايه، واسقط النقطه ايه، وبعد كده على نفس المحل الهندسي اعمل خط افقي واتحرك من الايه مسافه 5 سنتي، واعمل محور رأسي واتحرك من الخط الافقي اللي انا رسمه تحت هنا كده مسافة 6 سنتي، واعمل المحل الهندسي للنقطة دي. بعد كده بعد ما بعمل كل المحلات الهندسية للثابت بدور على النقطة اللي لها زاوية هي الاي، اهو احط المنقلة هنا واقيس 60 درجة من الشمال واعمل خط، بعد كده اقيس عليه طول النقطة بي، كده جبت النقطة بي. بقيه النقط هجيبها عن طريق ايه؟ عن طريق محلين هندسيين يتقاطعوا مع بعض. يعني ايه؟ يعني اقف في البي وافتح طول البي سي واعمل قوس تقاطع مع المحل الهندسي اللي انا رسمه في النقطه سي، النقطه دي اقدر اجيبها هي على اللينك واقدر اجيب طولها. بعد كده اقف في الدي وافتح بي الاي دي واعمل قوس يتقاطع مع المحل الهندسي الرأسي في النقطه اي، امد الخط على استقامته اقدر اجيب الاف، اقف في الاف وافتح بطول البي اف واعمل قوس تقاطع مع المحل الهندسي في النقطه دي. خلاص كده مش هقول كل الرسومات بالتفاصيل، انا هقول بس اول رسمه والرسومات اللي يعني لو فيها حاجه جديده. وليكن الرسمه دي لما اعرف اعمل الاي كيو، هل اعرف اعمل الاي؟ كان ممكن يديني طول الاي اي ويبقى عندي طول اللينك ده وطول اللينك ده، فاقف هنا واعمل قوس واقف عند الاي واعمل قوس، بس مش ده اللي حاصل، هو مديني زاويه ودي طريقه تانية احل بيها، اعمل تعامد لان هنا الزاويه بالصدفه قايمه، اعمل تعامد او اقيس الزاويه اللي مديها لي واشوف طول الكيو اي بكام واعمله. نفس الكلام هنا في اخر مسألة اقدر ارسم عادي الفور بار ميكانيزم الـ AB DE، بعد كده اسقط النقطة C على الخط، بعد كده اعمل ايه؟ احط المنقلة هنا كده بالشكل ده واقيس 75 درجة واعمل خط. يبقى التناسب، او لو جسم عندي الاولين شكله مش خط، شكل مثلث او شكل زاوية، يا بيديهولي بالتلات اطوال اضلاع يا بطول ضلع وزاوية. يبقى كده بصينا على الحاجات المهمة في رسم الميكانيزم ومش هنبص عليه بقى تاني خالص. طب نشوف في ايه كمان عايزين نعرفه قبل ما ندخل على المسألة بتاعنا، ان المسائل مهما شكلها اختلف هي جزء من مسألة انت عارفها قبل كده. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ تعال نبص الاول مسألة، عندي النقطة A B C، ده مش فور بار ميكانيزم بيعمل حركة سلايدنج؟ اه. طب تعال نبص وبقية المسألة مختلفة، تمام. نبص للمسألة رقم 3 ال O C B، ده برضه مش نفس اللي فاتت فور بار ميكانيزم بيعمل حركة سلايدنج؟ ايوه. طب تعالى نبص للمسألة رقم 2 ال O A B C، ده سبحان الله برضو فور بار ميكانيزم عادي خالص ومتوصل بجزء تاني كله ريفوليوشن. ال D C B A ده برضو فور بار ميكانيزم عادي خالص ومتحمل عليه جزء تاني، فهنلاقي المسائل كلها بتعيد بعضها. فنبدأ بقى بحل مسألة كاملة، هنبدأ بالمسألة رقم 2، مديني كل الأطوال بتاعي زي ما أنا موضحاها كده كلها، أنا حطاها أهو على الرسمة. بنبدأ أول حاجة هنعملها عايزين نرسم السبيس سكيل، بنشوف أقل بعد طلع 11 ملي وأطول بعد 49 ملي، يعني نقدر نقول 1 سنتي لحد 5 سنتي، ودي أبعاد مناسبة إن أنا أخد السكيل واحد لواحد. فأقول إن أول خطوة عندي إن السبيس سكيل كل 1 ملي متر بيمثل 1 ملي متر، لكن مش هنقول الحاجات دي بالتفاصيل إحنا عشان أول مرة بس. مدي أقدر أرسم على طول النقطة A، أنزل بالارتفاع أجيب النقطة OC، أنزل بالارتفاع أجيب المحور الهندسي للنقطة دي، اقيس الزاوية 75 درجة اجيب الـ A، بعد كده الـ B انسبها للـ A والـ C، جبت الـ B الـ D اقدر انسبها للـ B وللمحل الهندسي اللي انا رسمه. خلاص كده دي رسم الميكانيزم والمفروض ما يبقاش اي حد عنده استفسار فيها لانها ان شاء الله سهل. بعد كده مديني ايه؟ عايز مديني طبعا سرعة الـ OA او الأوميجا بتاع الـ OA 600 ريفوليوشن بير مينت، وعايز يحسب السرعة الخطية للسلايدر دي والسرعة الدورانية اللي هي أوميجا للـ BD، دورانية يعني أوميجا اوميجا للبي دي. فنعتبر الجزء اليمين اللي عندي ده هي كراسة الإجابة، والخط اللي أنا عاملاه هنا ده هو ديس كده، اللي على شمالها صفحة واللي على يمينها صفحة في كراسة الإجابة.
فاول حاجه عملتها زي ما قلنا اخترنا السبيس سكيل بتاعي كام وكتبته ورسمته في المربع اللي انا عاملاه هنا ده، انا مش هرسمه بقى تاني، المفروض ما فيهوش اي مشاكل في رسمه، بس تخيل ان هو في كراسه الاجابه مرسوم عندك هنا بالشكل ده كده. خلاص بعد كده هتنقل للسرعه، دورت على اللينك اللي له سرعه او اوميجا معلومه، لقيت الاي، فقلت سرعه الاي بيساوي الاوميجا في طول اللينك، الاوميجا ب2 باي في 600 على 60 في طول اللينك، طلعت ب17.5 من 10 او 6 من 10 في 10 اس 2 ملي متر على او بير سكند. انا طبعا اللي اخترتها 17، يعني هي كانت على الاله الحاسبه 1.759 بوينت وهكذا، انا اللي حولتها وضربت في 10 اس 2. ليه؟ لاني لقيت ان سكيل ال 17 يعني 1.7 سنتي سكيل مناسب، فعملتها بالشكل ده. وقلنا افضل سكيل تقدر تعمله لو ظبط معاك، تاني لو ظبط ممكن ما يظبطش معاك، انك تختار السكيل لكل واحد، لكل 10، لكل 100 اللي هي 10 اس 2 وهكذا، ده لو ظبطت، ما ظبطتش خلاص ما فيهاش مشكلة خالص. خلاص كده طيب، يبقى هنا هنختار الفيلوسيتي سكيل، كل واحد ملي متر بيمثل 10 اس 2 ملي متر بير سكند سكوير، اسفه بير سكند. في السرعات بقى بيبقى ما بكونش عارف كل النقط اللي انا هرسمها قيمها كام، مش عنديش غير قيمه سرعه واحده بس اللي انا حسبتها بالقانون، مش زي البوزيشن كل الاطوال عندي. فبشوف مثلا اول نقطه اعرف احسب سرعتها هي الايه، السرعه عموديه على اللينك اهو ولاسفل في اتجاه الاوميجا، الاوميجا بتشد اللينك الاسفل يبقى هي اتجاهها لاسفل، يبقى انا عارف ان انا على الاقل اول خط هتحرك لأسفل، بس بسيب مسافة برضو من فوق كده من بعد هنا كده، بسيب مسافة لأن مش عارف بقية البوليجون أو مثلث السرعات هيتحرك لفوق ولا لتحت. آجي نقطة هنا كده وأسمي دي النقط الثابتة اللي هي الـ O والـ C، تمام كده. ولو هما أكتر من كده O و C و 2 و 4 أكتر من نقطة، ممكن ما أحطش في البداية غير نقطة واحدة بس لأني مش عارفة الخطوط بعد كده هتتدخل فوق ولا تحت ولا إيه، عشان الرسمة ما تدخلش في بعضها. هتحرك عمودي على اللينك زي ما قلنا اهو، هاخد العمودي من هنا ارسم تعامد، وانا انتوا عارفين كويس بترسموا التعامد ازاي، وانقله بالتوازي هنا كده بطول كام، بطول 1.7 سنتي او بطول 17.5 ملي. خلاص كده هيتقاطع هنا في النقطة ايه ايه. طب اقدر اجيب بعد كده النقطة بي، ايوه مش النقطه بي بتدور حوالين الاي وانا جبت الاسمول، والنقطه بي بتدور حوالين السي وانا جبت النقطه سي اللي هي نفسها نقطه الثابت اللي هي او، ايوه. يبقى اجي على طول اللينك بي ايه اللي انا رسمه في البوزيشن، هعتبر دي رسمه البوزيشن عندي، واخد عمودي على اللينك وانقله بالتوازي من عند ايه، من عند النقطه ايه. طب تاني النقطه بي حوالين النقطه سي بتعمل حركه دورانيه، يبقى السرعه عمودي على اللينك، فاخد تعامد وانقله من عند النقطه ايه، من عند النقطه سي اللي هي نفسها نقطه ايه الثابت. طب كان ممكن يتقاطعوا فوق، او انا ايه اللي خلاني اعمل في الاتجاه ده بس، اه انا مبقاش عارف الاتجاه، انا عملت بس بشكل الميلان، لكن انت لو معرفتش ومديت الخط هنا فوق وتحت وهنا فوق وتحت براحتك عادي خالص. انا عملته بلون تاني بس لاني مش هعرف امسح هنا اللي هو عندك، وانت بترسم ارسم خطوط العمل في الاول بخط خفيف شويه عشان لو هتحتاج تعيد حاجه او تمسح حاجه. كده انا جبت النقطه ايه بي، بعد النقطه بي في النقطه ايه، النقطه دي، مش النقطه دي اقدر انسبها للبي، ايوه، والنقطه دي بتتحرك على الثابت يعني اقدر انسبها للنقطه او او للنقطه سي، ايوه برضو. طب نبدا نشوف كده الحركه، الدي حوالين البي بتعمل حركه ايه دورانيه، يبقى اخد عمودي على اللينك واجي انقله من عند النقطه ايه، من عند النقطه بي، لان انا بقول الدي حوالين البي اهو. خلاص كده طيب، ودي حوالين الثابت، همسح بس النقطة دي كده. ادي النقطة او اهي وسي، ادي حوالين الثابت بيعمل حركة خطية اهو، اجي من عند نقطة الثابت طبعا اعمل الحركة لليمين او للشمال، مع انا حركة خطية واتجاهها افقي فرسمت خط افق يمين او شمال، المفروض في البداية طبعا انت مش عارف، بس انا شفت الاتجاه اللي هيتقاطع مع الخط يبقى متجه ناحية ايه الشمال، وزهيت على الخط ده كده، وطبعا هو واقف المفروض والاتنين واقفين هنا كده مش مكمل يعني، دي النقطة ايه دي. كده انا رسمت كل السرعات او رسمت نقط السرعات لكل النقط، كده كده خلصت المطلوب كرسمة رسمة البوليجون. طب هو طالب بقى حاجات احلها في الرسمة او حاجات اطلعها كقيم، ايوه طالب. اول حاجة سرعة السلايدر دي، السرعة الخطية للسلايدر دي، فاقول هنا كده سرعة الدي طالما ما نسبهاش لحاجة يبقى هي سرعة الدي بالنسبة للأرض، هي المسافة منين؟ من الأرض
لحد النقطة اللي هو بيسأل عليها. أقيس الطول ده بعد ما أنا رسمت، أقيسه على الورقة بتاعي طلع كام؟ أهي المسافة دي O أو دي C. هل ده الطول الحقيقي؟ لأ، لازم أضربه في القيمة اللي أنا كنت مصغر بيها اللي هي كانت 10 أس 2، وتبقى الوحدة مليمتر بير سكند. طيب طالب إيه تاني؟ طالب قيمة السرعة الزاوية اللي هي الأوميجا لللينك بي دي. طيب مش أنا القانون عندي بيقول إن السرعة بيساوي الأوميجا في طول اللينك؟ يعني لو أنا بحسب للبي دي يبقى الفي بي دي بيساوي الأوميجا في طول اللينك اللي هو بي دي. طب لو عايز الأوميجا يبقى بتساوي سرعة البي دي اللي هي كام؟ اللي هي برضو المسافة بي دي، أقيسها طلعت عندي كام في الرسمة، يبقى المسافة بي دي وأضربها في السكيل عشان أجيب القيمة الحقيقية، وأقسم على طول اللينك بي دي اللي هو مديهولي في المسألة اللي هو كان كام؟ كان 46، واشوفها طلعت الوحدة بتاعتها تبقى ايه؟ راديان بير سكند. طيب لما طلب سرعة النقطة دي هي من نقطة الأصل ورايحة للدي، لما تخلص الميكانيزم خالص لو عندك وقت اعمل أسهم خارجة من نقطة الأصل لكل نقطة، معناها إن نقطة الأصل هي الإشعاع اللي بيخرج منه لكل الميكانيزم. طيب الـ OD كان الجسم متحرك ناحية الشمال ولا ناحية اليمين لو طلب الاتجاهات؟ أهو من النقطة O للنقطة دي يبقى الجسم بيتحرك متجه ناحية اليسار. طيب عايز أعرف اتجاه الأوميجا بتاع اللينك BD. أولا سرعة البي دي، سرعة البي دي لو ده اهي، هذا النقطة بي وده النقطة دي، انا نقلت بس اللي موجودة في الرسمة دي، سرعة النقطة بي منسوبة للدي، يبقى السهم رايح لفين؟ رايح للنقطة اللي انا بحسب عندها اهي. طب سرعة الدي بي، ادي النقطة بي وادي النقطة دي، دي سرعة النقطة دي يعني السهم رايح للدي بالنسبة للبي، وسرعة البي دي كمتجه طبعا ما بتساويش قيمة السرعة دي بي، لكن الأوميجا دي الأوميجا لللينك، السرعة الدورانية لللينك، يعني ينفع أقول اللينك بي دي بيدور مع عقارب الساعة لكن اللينك دي بي أو البي دي أعكس يعني الاتجاهات بتاعه عكس عقارب الساعة؟ لا، اللينك كله بيدور في اتجاه واحد، فما يفرقش معايا أقول أوميجا بي دي من الأوميجا دي بي. خلاص كده عايزين نتأكد من الكلام ده بنفسنا. لو أنا مثلا حسبت الفي بي دي أهي، السهم رايح فين؟ لو أنا حطيتها على الرسمة دي السهم عندي أهو الأسفل، حد عنده كلاب في حاجة زي دي؟ أهو السهم الأسفل ده بيمثل إيه؟ بيمثل سرعة النقطة بي منسوبة للدي، يعني اعتبر الدي كده ثابت واقول البي والسهم متجه لأسفل كده، البي بتلف حوالين الدي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ لو في الرسمة اللي عندي دي اهو بتلف كده بيشدها لتحت فبتلف ايه؟ مع عقارب الساعة. طلعت الأوميجا لللينك ده بيدور مع عقارب الساعة. طب تيجي نطبق من السرعة التانية، لو انا قلت سرعة الدي بالنسبة لبي السهم الأعلى كده، دي سرعة مين؟ الدي بالنسبة لبي، فأقف اللي منسوب لها أحط سن البرجل اللي هي كأن ده برجل أو الثابت عند النقطة بي، الدي بالنسبة لبي بتتحرك لفوق كده، يعني بتتحرك مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ هنلاقيها برضو مع عقارب الساعة. يبقى أوميجا للدي بي هي نفسها أوميجا للبي دي. عرفنا بنجيبها إزاي؟ بنشوف عادي أسميها بي دي أسميها دي بي أي حاجة، وأحط السهم بتاعها وأظبطه هنا بالشكل ده، بحيث إن أنا لو بحسب الدي بالنسبة للبي يبقى أعتبر البي هي الثابت والدي بتلف حواليها، لو بحسب البي بالنسبة للدي يبقى أعكس أعتبر الدي هي الثابت والبي بتلف حواليها، والكلام ده في أي سرعة دورانية هتقابلنا بعد كده. كده خلصنا المسألة رقم 2، ونشوف مع بعض المسألة رقم 4 لأنها أقرب لها. المسألة رقم 4 مديني أبعادها بالإنش، الـ AB نص، BC 2، 95% CD وهكذا. أقل طول من عندي هو الارتفاع ده ما بين النقطة A والنقطة دي مش على خط رأسي ومش على خط أفقي واحد، في مسافة ما بينهم 1/10 إنش، وأطول بعد عندي تقريبا هو 2.5 إنش. ممكن حد يقول ان هاخد الابعاد كل 1 مليمتر على الرسمة بتاعي بيمثل 1 انش، وده مقبول طبعا، بس كده الميكانيزم هيبقى صغير قوي، ممكن تخلي السكيل هنا تكبير لان الابعاد بالانش، ودي الحالة الوحيدة اللي ممكن يجي فيها سكيل تكبير وهيبقى في البوزيشن بس. ممكن اقول كل 2 مليمتر
على الرسمة بتاعي هيمثل 1 انش، ولو اني ما فضلش كده انا عن نفسي لا هرسمها 1 لواحد حتى لو صغيرة شوية ما فيهاش مشكلة. خلاص كده رسم البوزيشن مش هناخد وقت فيه بقى خلاص، مديني سيبنا عادي دلوقتي، مديني الانجلر اكسلريشن اللي هي الفا دي لسه مش هناخدها دلوقتي، مديني الاوميجا بكام واتجاهها موضحه على الرسمة عكس عقارب الساعة. اقدر طبعا ارسم الميكانيزم دي ما فيهاش بالنسبه لنا اي مشكله. بعد كده هحسب سرعه البي بتساوي الاوميجا اللي هو مديهاني قيمتها في طول اللينك بي ايه، واشوفها طلعت بكام، وعلى اساسها هختار سكيل للسرعات. انا هعتبر نفسي خلاص ان انا رسمت الميكانيزم مش هنعيد بقى تفاصيله، وليكن خدنا السبيس سكيل كل 1 مليمتر بيمثل 1 انش ورسمت الميكانيزم بالشكل ده. بعد كده حسبت سرعه البي بالنسبه لايه زي ما قلنا حالا، فاسقطت النقط الثابته كلها. الاول في نقطة واحدة هنا كده اهو، هنا النقطة ايه الثابت عندي دلوقتي هو الايه والدي والمحل الهندسي طبعا اللي بيتحرك عليه اللينك 6. خلاص كده اجي اخد عمودي على اللينك من هنا كده اهو، لأعلى ولا الاسفل؟ الاوميجا دي بتحرك اللينك الاعلى ولا الاسفل؟ مديهاني هنا كده تحرك اللينك الاعلى، يبقى اخد القيمة اللي انا عملتها دي. اخدت عمودي البي حوالين الاي بيعمل حركة دورانية، فاخدت عمودي على اللينك ونقلته بي التوازي واتجاهه لأعلى بقيمة كام؟ بقيمة السرعة اللي أنا حسبتها من القانون بعد ما أقسم على السكيل اللي أنا اخترته. طبعا مش هقول بقى القوانين بالتفصيل لأن ما فيش حاجة أنت تقدر تحسبها بسهولة. جبت النقطة إيه؟ بي. بعد ما جبت النقطة بي أقدر أدور على سرعة تانية أقدر أنسبها لنقطتين معلومتين. ده كأنه ال A B C D كأنه فور بار ميكانيزم عادي خالص، أقدر أنسب ال C لل B وال C لل D اللي هي الثابت. أيوة أقدر فعلا أعمل كده. ال C بالنسبة لل B بتعمل حركة دورانية، فأخد عمودي على اللينك أهو على اللينك C B وانقله هنا بالشكل ده. ال C حوالين ال D بتعمل حركة دورانية برضو، فأخد عمودي على اللينك وانقله بالشكل ده. امسح بس علامة الثابت اهو، ده العمودي، تقاطع العموديين مع بعض يتقاطعوا مع بعض في النقطة A في النقطة C. ده كان الثابت اللي هو ال A و ال D. بعد كده ايه ال E C B المثلث ده، مش ده مثلث على بعضه يعني بيدور بأوميجا واحدة، ولا كل ولا السي اي هتتحرك غير الاي بي ولا غير السي بي؟ لا كله زي بعض. طب انا جبت منه طول السي بي اللي هو اهو الخط ده كده انا جبته. طب بما ان المثلث ده طول الوقت بيدور بنفس الاوميجا او بنفس الالفا اللي هي بعد كده لما نيجي للعجلات، يبقى على طول هو في تناسب ما بين السي بي اي كابيتال اللي هو في البوزيشن والسي بي اي سمول اللي هو في الفيلوسيتي، وبعد كده السي داش بي داش اي داش في الاكسلريشن. طب ده اعمله ازاي التناسب ده؟ اشوف انا عندي طول ايه من اللينك ده، عندي طول السي بي تمام كده، عندي السي بي دي انا جبتها اهي الطول اللي انا جايبه عندي على المسألة، السي بي اقدر اقيسه، وعندي طبعا كل الاطوال كابيتال يعني عندي السي كابيتال بي كابيتال. تبقى بس في حتة واضحة شوية يا باشمهندسين اهو، اللي عندي او اللي انا جبته هو السي بي على نفس الطول كابيتال. طب مش انا اقدر اجيب بالتناسب ده اقدر اجيب نفس الطولين التانيين اللي هو السي اي واقدر اجيب البي اي ازاي؟ اشوف البعد السمول على نفسه بالكابيتال اهو البي تاني. ايه الابعاد سي بي وسي اي وبي اي الكابيتال؟ دول الابعاد اللي في الرسمه نفسها اللي هو مديهم لي هنا او انا راسم بيهم. خلاص كده ايه السي بي سمول اللي انا جبتها هنا اهو على الرسم، السي اي والبي اي اقدر اجيبهم، وبعد ما اجيبهم يبقى عندي الثلاث اطوال اضلاع اقدر ارسم النقط بالايه بالتناسب. يعني ايه دلوقتي بقى عندي البي اي وعندي طول السي اي. خلاص كده اقوم عامل ايه يا باشمهندسين؟ اقف عند النقطه سي وافتح البرجل بطول السي اي سمول اللي انا لسه جايبها واعمل قوس. انا عملته فوق وتحت انما المفروض طبعا ما اعملوش فوق وتحت وهنقول ليه دلوقتي. ووقفت عند النقطه بي والنقطه اسفه بي سمول اهي، وفتحت بطول البي اي سمول وعملت قوس. طيب هل المثلث ده بقى فوق ولا تحت؟ اعرفها ازاي؟ في طريقتين، يا تجيب اي مثلث من عندك
وتحط ضلع منه عند السي كابيتال، والضلع التاني مثلا عند البي كابيتال، وتشوف الاي فين، الاي فوق، واقوم شايل المثلث ده زي ما هو، اخلي ضلع السي كابيتال عند السي سمول وضلع البي كابيتال عند البي سمول، الاقي الاي الناحية دي. تمام كده، دي اول طريقة. طب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية اشوف فين النقطة اللي عند السي والبي، اهي ادي السي وده البي. طب ابدا اقول الشكل ده اسمه سي بي اي، ابدا بالضلع اللي عندي وانا بقول سي بي اي، كنت بتحرك كده مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ عكس عقارب الساعة، يبقى وانا بقول هنا سي بي اي عكس عقارب الساعة، يبقى الاي برضو فوق. تمام كده، بعد ما جبت النقطة اي هوصل اللينكات ببعضها، وطبعا في الامتحان ما تظللش الشكل، انا ممكن اظلله لك هنا بس انت في الامتحان ما تظللوش. بعد ما جبت النقطة E ابدأ اشوف النقطة اللي بعدها اللي انا رسمتها في الميكانيزم، طلعت النقطة F. طب النقطة F اقدر انسبها لل E ونقطة تانية معلومة؟ اه اقدر انسبها لل E واقدر انسبها لل A للثابت. طب النقطة F حوالين ال E بتعمل حركة دوراني، فاخد عمودي على اللينك هنا كده وانقله من عند النقطة E، من عند النقطة E اهو، خلاص كده. وتاني تظليل المثلث البي سي اي او الاي او السي بي اي ايا كان اسمه، يعني ما تظللوش في الامتحان، ما تظللوش في الامتحان، ما تظللوش في الامتحان. انا بقول كده بس دلوقتي عشان ايه؟ ابين لك ان هو لينك على بعضه. طيب جبت اول حاجه النقطه اي بتعمل ايه حوالين الاف، بتعمل ايه حوالين الاي؟ طب الاف بتعمل ايه حوالين الثابت؟ بتعمل حركه خطيه واتجاه الحركه افقي اهو، اخد بس الاتنين بلون مختلف لان هما متداخلين مع بعض، ممكن ما يطلعوش متداخلين معاك بالشكل ده او يطلعوا متداخلين بشكل مختلف على اساس قيم الاضلاع اللي انا واخداها، انا مش واخده بالادوات اهو، تقاطعوا مع بعض في النقطة ايه اف. طب نشوف كده هو كان عايز ايه في المسألة نفسها. طالب في المسألة اللينير فيلوسيتي بتاع السرعة اف اللي هي هنا ايه، يعني عايز الفي اف بيساوي المسافة من النقطة F للثابت اللي هو تسميه ايه، تسميه دي ايا كان، تسميه زي ما انت عايز، الطول اللينك FA، واضربه في السكيل اللي انا كنت واخده على حسب بقى، انا كنت واخد الفيلوستي سكيل كل 1 مليمتر بيساوي وليكن اكس مليمتر بير سكند، يبقى الطول اللي انا هقيسه اللي هو الخط اللي بالاحمر هنا ده من الاي للاف هضربه في الاكس اللي انا كنت واخده، يبقى بالمليمتر بير سكند. اتجاهه لليمين ولا للشمال؟ فين النقطة الثابت اهو؟ انا اصلا تاني قلنا في اخر المسألة بنعمل اسهم خارجة من الثابت لكل نقطة، دي سرعة الاف بالنسبة للثابت، يعني السهم رايح للاف، فيبقى الجسم ده كان بيتحرك ناحية ايه؟ اليمين. كده احنا خدنا المسألة رقم 2 والمسألة رقم 4. المسألة رقم 3 مش هحلها بس هقول فيها حاجة واحدة بس، لو انا جبت مثلا في السرعات قدرت احل عادي الـ OCB ده عبارة عن فور بار ميكانيزم، قدرت اجيبه، بعد كده نسبت النقطة A للنقطة B ونسبتها للكيو فجبت النقطة A سمول اهو، تاني لو انا برسم السرعات ووصلت للنقطة A سمول والكيو هي الثابت اللي هي اول نقطة عندي اصلا في الميكانيزم كانت مرسومة هي الكيو، اعمل الاي ازاي؟ النقطة ايه بقى؟ يبقى الطول اي كيو اي، فين الاي؟ كيو اي، الاي متعامد من عند الكيو، لأعلى ولا الاسفل؟ اقول كده وانا بقول كلمة اي كيو اي، كنت بتحرك عكس عقار اسفة، بتحرك مع عقارب الساعة، يبقى عايزة اقول انا بقول اي كيو اي، يبقى الاي اتجاهها لأسفل، ده على الرسمة اللي أنا رسمها هنا، أنا بقول فرضا، أنا معرفش الـ EQ كان شكله كده ولا كان شكله كده ولا كان إيه، أنا بس بشوف ترسمها إزاي. طب الطول بقى نفسه إزاي؟ أقول أنا عايز طول كيو إي سمول على كيو إي كابيتال هيساوي فين اللي عندي اللي أنا جبته؟ الـ EQ سمول على اللي كان في الرسمة الـ EQ كابيتال، يبقى التناسب دايما بتجيب الأبعاد من السرعات على الأبعاد اللي في المسألة البوزيشن، وبنفس الرموز بالظبط اللي انت عايزه على البعد نفسه بالكابيتال بيساوي اللي انا لسه جايبه او اللي موجود في الرسمة على نفس البعد بالكابيتال. دي كانت المسألة رقم 3. آخر مسألة هنشوفها مع بعض دلوقتي المسألة رقم 1، ونبقى كده المفروض حلينا أفكار أول 4 مسائل في الشيء. المسألة رقم 1 مديني سرعة الـ A
هي معلش المفروض البي اي او مش مهم الاي بي لانه سرعه دورانيه ان قلنا ما بتفرقش 200 ريفوليوشن بير مينت، اقدر اضربها في 2 باي على 60 واضرب في طول اللينك بي اي اجيب سرعه البي بالنسبه للاي. يبقى انا عندي سرعه البي بالنسبه للاي اللي هي نفسها سرعه البي لها قيمه بالوحدات ملي متر بير سكند او سنتيمتر بير سكند على حسب ما انت هتحول وحداتك ولا لا. خلاص كده اقدر احسب بقى السرعات للجسم رسم البوزيشن، قلنا لسه قايلينه في اول الفيديو وما فيهوش اي مشاكل خالص. هاخد الرسمة، الرسمة بتاعي اهو خدتها كأن انا رسمت البوزيشن، وعندي طبعا سرعة البي ومديني الاوميجا اهو، ومديني الاوميجا. لو انا اجيت في اي نقطة هنا واسقطت النقط الثابتة اللي هي الايه، والنقط الثابتة اللي عندي تاني هي المحل الهندسي للسلايدر سي والمحل الهندسي للسلايدر اي والمحل الهندسي للسلايدر بي، يعني ما فيش عندي نقط ثابتة احطها هنا غير النقطة ايه بس. طب اول لينك اهو، اخد عمودي على اللينك واتجاهه الاعلى مع اتجاه الاوميجا بقيمة ايه، بقيمة السرعة اللي طالعه لي من القانون بعد اما اختار سكيل مناسب. جبت نقطة البي، بعد كده اقدر احسب النقطة ايه يا باشمهندسين، السي. مش انا اقدر انسب السي للبي وانسب السي للثابت اهو، السي حوالين البي بتعمل حركة دورانية، فاخد عمودي على اللينك وانقله من السي، اسفه من عند البي، السي حوالين الثابت بتعمل حركة خطية واتجاهها افقي تقاطعوا مع بعض في النقطة سي. طيب النقطة دي بتقع فين؟ بتقع على اللينك بي سي. طيب قيمتها كام؟ معرفش، برضو هجيبها بالتناسب لانها على نفس اللينك. اقول انا عايز طول النقطة بي دي على البي كابيتال، دي كابيتال عندي اهي، بيساوي الطول اللي انا جبته اللي هو البي سي سمول على البي كابيتال سي كابيتال. اشوف طلعت البي دي بكام واقيسها، نتأكد بقى ان احنا بنقيسها من عند البي، محدش يروح يقيسها لي من عند السي وهو حاسبها من عند نقطة تانية. كده جبت النقطة ايه دي. بعد كده اقدر احسب النقطة ايه ولا احسب اي نقطة؟ اقدر احسب النقطة ايه لانها بتعمل حركة دورانية حوالين الدي وبتعمل حركة خطية حوالين الثابت. طب نشوف الكلام ده ازاي. الايه حوالين الدي قلنا بتعمل حركة دورانية، فاخد عمودي على اللينك ده وانقله من عند النقطة دي اهو، والاي بتعمل حركة خطية على الارض، حركة خطية يعني واتجاهها ايه؟ رأسي، يبقى السرعة في نفس اتجاه الحركة يبقى رأسية، تقاطعوا مع بعض في النقطة E. طيب النقطة دي E F بيقعوا على خط واحد، يبقى هنا كمان اهي هوصل دي E هوصله على استقامته بقيمة كام؟ نفس الكلام نجيبها بالتناسب، اللي انا عايز اجيبه هو ال E F small على ال E capital F capital، واللي عندي هو ايه؟ ال E D small على ال E capital دي كابيتال. اشوف القيمة طلعت كام اقدر اجيب النقطة اف. بعد كده الاف بتعمل او البي بتعمل حوالين الاف حركة ايه؟ حركة دورانية، اخد عمودي على اللينك واخده من عند النقطة اف، والبي بتعمل حوالين الارض حركة ايه؟ خطية واتجاهها افقي، فاجي من الارض اللي هي كانت رقم ايه اهو، واخد حركة خطية اتجاهها افقي، تقاطعوا مع بعض في النقطة. معلش لو الخطوط مش منطبقة على بعضها قوي، ده بس لدقة الرسم معايا، لكن طبعا انت اصلا ما بتعيدش على الخطوط زي ما انا بعيد بالشكل ده. جبت النقطة ايه فيه. طب هو كان طالب ايه في الرسمة؟ عايز سرعة النقطة بي، يبقى سرعة النقطة بي هتساوي المسافة من البي للثابت اللي هو ايه، واضربها في السكيل اللي انا كنت مختاراه وليكن كان اكس. طب اتجاهها ايه؟ اهو ادا الثابت بتاعي تاني، بنعمل منه اسهم خارجة لكل النقط او من الاول. انا بحسب سرعة البي بالنسبة لA، يبقى السهم رايح للنقطة اللي انا بحسب عندها اللي هي البي، يبقى الجسم ده بيتحرك ناحية الشمال. وكده نكون خلصنا اول جزء في شيت السرعات، ونكمله بإذن الله الفيديو القادم. السلام عليكم.